صلاتهم وصيامهم إلى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق الكلب من الرمية ثم لا يعودون إلي لئن أدركتهم لأقتلن لهم قتل عاد هؤلاء هم الخوارج هم عصابة دولة بغداد هم الفتالة القذرة دولة العراق والشام دولة الأوغاد دولة الخونة دولة المجوس قال لي الأسرى منزر جوا منزر يا أخي معك شباب احمد حجي خليك ولا يا احمد خليك عندك حجي عندك ملاقات من هنا مش تغلوا لسه في فوق صح كم واحد جوا تا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم قال اعدل يا محمد فوالله ما هذه قسمة أريد بها وجه الله فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إن لم أعدل لقد استأمنه الله على القرآن والسنة وقام الخوارج ليقولوا أنهم